نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد أمسية رمضانية بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخرجة بحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة وشرائح مختلفة من شباب المحافظة. إليكم متابعة الزميل خالد عز الدين. في أمسية رمضانية وتحت شعار رسولنا قدوتنا، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد أمسية رمضانية موسعة بحضور لفيف من شباب المحافظة وممثلين عن الوعظ والكنيسة. وركزت الأمسية في حوارها مع الشباب على أهمية الأديان السماوية واحترامها والسيرة العطرة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كقدوة للشباب، كما ركزت الأمسية على أهمية غرس القيم واحترام الجميع للجميع. تحت شعار رسولنا قدوتنا بيتم هذه عليه الصلاه والسلام بيتم هذه الامسيات على مستوى مراكز الشباب المحافظه كلها تحت رعايه معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ورعايه معالي اللواء الدكتور محمد سلمان زمرلوط محافظ الوادي الجديد اللي اولوا رعايه بمحرك الشباب ومحافظتنا كلها. الحمد لله في خطه لكل مركز شباب بدعم مالي او ليها خطه من معتمده داخل مركز شباب، ان كان سؤال يومي ديني، ان كان مسابقه قران كريم، مسابقه ثقافيه، ندوات امسيات دينيه، دورات رياضيه في القدم والطايره وتنس الطاوله. كان محور هذه الامسيه يدور حول نشر المفهوم الصحيح ونبذ المفاهيم المغلوطه ونشر ثقافه التعايش الاسلامي لدى افراد المجتمع الواحد. عدد كبير استفاد من الندوه لان بس في اذهان الشباب الفكر الصحيح والدين الصحيح. تحت شعار حقوق الانسان في الاديان السماويه وضحنا بعض الامور المغلوطه اللي هي تورد علينا في افكار وحشه وافكار يعني مش كويسه، وان المفروض الانسان ياخذ تعليمه من المصدر الصحيح من المشايخ او من الاساوسه. بننفذ مشروعات داخل محافظه الوادي الجديد دايما في رمضان، مشروعات توعويه من خلال ان احنا بنعمل عمليه ترابط بين افراد المجتمع. يمكن الندوه اللي كنا فيها اوصلتها من 5 دقائق كانت بتتكلم عن التسامح الاديان السماويه ورسولنا قدوة لنا، وبتكلم عن تسامح الاديان سواء الدين المسيحي والدين الاسلامي والشعب المصري كله في ترابط وتلاحم مع بعضه منذ قديم الزمان، منذ التاريخ، منذ بدايه نشر الدعوه الاسلاميه حتى الان. الامسيات هي بتتم برعايه السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ورعايه الاستاذه الاداره العامه للبرلمان التعليمي المدني بوزاره الشباب والرياضه. البرنامج ده بينفذ على مستوى على جميع مراكز الشباب جميع المحافظات. احنا نفذنا 5 لقاءات في قطاع الفرافره وقطاع الدخله وبلاط وباريس، واليوم الاخير او ختام الامسيات تم النهارده اليوم بمدينه الخرج. من الوادي الجديد خالد عز الدين لقناه طيبه.